ده تقريبا بدأنا طلعنا اهو، يلا بينا. ازيكم يا جماعة، الأخبار؟ يا رب يكون كله كويس. يعني المرة دي ظرف استثنائي كده اللي بيحصل في موضوع الكهرباء، فربنا يستر. خلينا شير سكرين. النهاردة هنتكلم عن توبيك شوية الناس كلها كانت مستنية، فكرة سويفت يو اي، البيست براكتسز بتاعتها. لو عندنا بروجكت شغال بيو اي كيت وعاوزين نميجريت لسويفت يو اي نعمل ايه؟ كل دي اسئله ممكن تكون عندكم. ازاي ابيلد فيو بسويفت يو اي بشكل كويس؟ كل ده هنحاول نعمله مع بعض. لو حد عنده سؤال او اي حاجه ممكن يرفع ايده على طول، ما يستناش لوقت. ارفع ايدك، بلاش تكتب في الكومنتس عشان ايه؟ مش دايما هتكون معانا، هكون مشغل التو سكرينز مع بعض. فيلا بينا. انا كنت قعدت النهارده جهزت شويه تيكتس للناس اللي هتشتغل عليها. في معانا حوالي 10 تيكتس لسوفت يو اي، فمعانا تيكتس تكفي وزياده. اي حد سواء الناس الموجوده او غير الموجوده حابب يشتغل عليهم، هندوس فيهم مع بعض في الاخر. طيب، هل حابين نبدا بالسكرين بتاعت الانجريدينت ديتيلز ولا السكرين بتاعت البروفايل؟ بما ان الاثنين يعني فيهم ايه كومبوننتس كتير، والموضوع ممكن يكون ظريف شويه ان احنا نشتغل فيهم. ماشي. حد عنده بريفرنس معين؟ سكرين صعبه قابلته. النوتيفيكيشنز كده كده هي سكرين عاديه، هي ليست فيها اكتر من سيكشن، فالموضوع فيها سهل. ممكن ناخد الانجريدينت. ماشي. احنا عندنا سكرين والمطلوب مننا ان احنا نعملها بسويفت يو اي. ايه اول حاجة ممكن تعملها بما ان انت شغال في بروجكت يو اي كات؟ انا عاوز كده الناس تان ميوت ونبدأ نشتغل مع بعض بصوت عالي، علشان ايه؟ الدنيا الافكار، يعني كل واحد يطلع بفكرة كويسة. هنعمل ايه؟ الناس ايه لسه متغدية بعد الصلاة؟ وانا ممكن اضيف عادي سوفت وير اي فايل اللي هو يو اي كيد برضه. بالظبط، ممكن نعمل ده عادي. طيب هنعمل ده ازاي؟ سويفت يو اي لما نزلت هم عملوا حاجة اسمها يو اي هوستنج كنترولر. اليو اي هوستنج كنترولر ده فيو كنترولر عادي، بس بدل ما انت بتعمل له انيشاليزيشن بنب او بتعمل له انيشاليزيشن وتكونفيجر الفيو اللي جوه، هو بقى بياخد حاجه التايب بتاعها سويفت يو اي فيو. فبالتالي بقيت انك تقدر تستخدم اليو اي فيو، سوري، السويفت يو اي فيو بتاعك عادي جوه يو اي كده. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ انا هقول لكم ازاي انا بعمل الكلام ده في بروجكتس كانت موجوده واللي حصل فيها مايجريشن لحد ما وصل ان هم بقوا فولي يو اي، فولي سويفت يو اي. هنعمل ايه؟ ليتس سي مثلا احنا عندنا هنشتغل على الكومبوننت ده اللي هو ريسيف ديتيلز. حلو، ريسيف ديتيلز. هنقول والله انا هعمل فايل هسميه، هو طبعا التايب بتاعه هيكون سوفت يو اي فيو، فسميه ريسيب ديتيل فيو. هو عادي، هو سوفت يو اي فيو. الناس اللي ما اشتغلتش بسوفت يو اي قبل كده، الفيو بتاعك هو struct، هو value type مش reference type. ولو حد عاوز يفهم الستيت بتمشي ازاي، ممكن يقرا الارتكل اللي كان عمله عمر رضوان. هو حاجة لذيذة ممكن تفهمك ايه هي الستيت، وهو بيحصل امتى ريبيل، والريبيل اللي بيحصل لما الستيت تتغير. فانت عندك حاجة اسمها بودي، ده كومبيوتد بروبرتي. هو كل ما بيعمل ريبيل بيبدأ ان هو يشوف ايه الكومبوننتس اللي موجودة بيزد على الستيت بتاعتك، ويبيلد الفيو اللي ظاهر قدامك. ده باختصار شديد. فده أول حاجة موجودة. في عندك حاجة تانية اسمها بريفيو.
البريفيو ده اللي بيخلي السكرين دي ظاهره قدامك بالشكل ده. وللي مش عارف، احنا دلوقتي في هيلسي انت تقدر تبلد البروجكت بتاعك. الناس اللي شغاله ب احنا كان عندنا مشكله قبل كده ان البروجكت مش بيبلد على اي او اس 17 بسبب نيورال. ثواني بس اقفل البروجكت ده. ديسك دي اخرت لما تفتح البروجكت المكان مع بعض. بقينا كمان في اي او اس 17 هنقدر نعمل حاجه زي كده. يعني انا اخر كومبوننت كنت ببنيه كنت بعمله بي اي كده عادي، فكنت مش محتاج ان انا كل شويه اقعد اجربه قبل. فطبعا الناس اللي عارفه هاش بريفيو هتقدر انك تشوف الكومبوننت بتاعك حتى لو انت عامل له بيلد بي اي كات، هتقدر تشوفه عادي في البريفيو. طبعا هتحتاج تابديت المينيمم ديبلويمنت تارجت بتاعك لاي او اس 17 عشان تقدر تجرب الفيتشر ده. للناس اللي حابه تشوف البريفيو مع يو اي كات، ده شوية بره التوبيك بتاعنا بس ايه حاجة حبيت اقولها على لساني. ممكن لغاية ابقى اعمل ما اف افيلبل برضه، ممكن ابقى اعمل اف افيلبل برضه. تحط اف افيلبل، لا ما اشتغلش معايا لان الاف افيلبل انت لازم التيم بتاعك يكون شغال كلهم باكس كود 15 حلو. وغالبا السي اي سيرفر بتاعنا انا مش هروح اشغل سي اي على بيتا مبدئيا، لان هو غالبا اصلا الاكس كود اللي معايا ده بيتا 2 ففيها مشاكل. انا جربت ان انا اشتغل بيها ما مش عارف اشتغل بيها. فلحد ما تكون ستيبل والدنيا كمان اشتغلت بيها والناس شغاله خلاص ساعتها ممكن نبدا. فانت لو حطيت هاش بريفيو اصلا مش هيكمبايل على الاكس كود القديم، على اكس كود 14.3.1 مثلا. فهي دي المشكلة، مش مشكلة الـ iOS version، هي ما هي مشكلة الـ Xcode هيبيلد ازاي؟ هيعرف هاش بريفيو دي ازاي؟ ايوه صح. تمام؟ حلو. فدي كانت نوت على السريع كده. يعني الناس اللي لسه معاها تيكتس في هيلثي وحابة تجربها، خصوصا الـ UI تيكتس وحابة تجربها، هتلاقي الدنيا لذ بكتير وهي شغالة وهي شغالة بهاش بريفيو. تمام، فدي أول حاجة. طيب عشان ما نخرجش عن التوبيك بتاعنا، احنا كنا بنبدأ الأول هنعمل فيو. فأنا إزاي هعمل الفيو بتاعي؟ خلاص أنا عندي فيو فأنا محتاج أشغله بيو أي كات. طبعا الناس عارفة إن أنا ممكن عشان أشغل في يو أي كات هعمل حاجة زي كده، هعمل فاينل كلاس سيب فيو، مش هسميه فيو كنترولر، هسميه هوستنج. طيب يو اي بتاعه الانت بتاعي هعمل انيشاليزر يعمل ايه؟ let view بس. فهو باختصار يعني احنا هنحاول نعمل حاجة زي كده. خلينا نشيل ده دلوقتي مش محتاجينه. مش بحب البريفيو الصراحة، كل شوية تلاقي كراش حصل له حاجات زي كده. فهذه دي الفكرة باختصار، انك بتعمل الهوستنج كنترولر بتاعك هو حاجة التايب بتاعها يو اي فيو كنترولر. بس هي الفكرة كلها ان انت بتحتاج تديفاين التايب بتاع السويفت يو اي فيو. باختصار شديد
حاجة زي كده. طبعا نكسب كود باكج، مع ان انا عامل ريزولف للباكجز قبل ما نبدأ، بس هو لازم ايه يريزولف تاني بيتأكد. ده عشان ورد كود. الـ UI hosting دي قول زي الـ UI view controller بس مفيش اختلاف. بص، الـ UI Hosting Controller أصلا هو UI View Controller، هو سب كلاس منه. بس الفكرة إن الانيشاليزر بتاعه بيشتغل مع Swift UI View. ده الفرق بينهم. يعني خلينا نشوف، طبعا هو مش هيشوف الديفينيشن دلوقتي، فخلينا ايه نشيل ده، نشوف ارك، هنشوف الديفينيشن بتاعه. UI Hosting Controller هو ده اصلا يو اي كيت فيو كنترولر، بس يعني انت هو دلوقتي اصلا هيزعل مننا، هيقول لنا انت محتاج تمبلمنت الانت بالكودر كمان. تمام كده سؤالك يا ناصر؟ تمام اهو، يعتبر فيو تمام كنترول يعني يعني. بالظبط، هو عمل ريزول كده. تمام، عشان هو سمين اكتر عملنا حاجة زي كده. أنا بس محتاج أمارك الميثود دي إن هي أن أفيلابل، بحيث إن أنت لو عندك بروجكت شغال كده وكده وحد فكر بس إن هو يريوز الكنترولر ده مع ستوري بورد أو نب، لا دي مش أفيلابل إنك تستخدمها. تمام؟ لحد كده كويس؟ تمام تاني كده هندسة بعد إذنك آخر حتة بس احنا عملنا مارك للانيشاليزر بالكودر ان هو ان افيلبل، بحيث ان انت اي حد هيجي يستخدم الميثود دي هيحصل معاه ايرور. ايرور زي ايه؟ طب مثلا خلينا نشوف حاجه زي ايه، ناخد مثال ابدجت. انا هارك الميثود دي اللي هي كونفيجر وبي ساين ان، هخليها ان افيلبل. يقول لك خلي بالك ان كونفيجر جوجل ساين ان از ان افيلبل، او مش هيكومبايل اصلا، لان انت عامل مارك على المثل دي ان هي مش افيلبل. بس دي الفكره. تمام لحد كده؟ نيجي على الريسيب ديتيل فيو. طبعا انتوا عارفين ان سويفت يو اي رياكتيف، فهي شغاله ديكلاريتيف بروجرامينج. يعني ايه ديكلاريتيف؟ ايه الفرق بين الديكلاريتيف والامبيريتيف؟ الديكلاريتيف حد عارف ممكن يقول؟ شباب الفرق، انا عارف ان انتوا عارفين، فحد يشتغل معايا كده. طيب الديكلاريتيف هو اللي قبل كده، او في الفانكشن او الامبيرتيف بروجرامنج، انت بتدي للبروجرام ستيبس.
الستبس، بص لما يحصل كذا اعمل كذا، ولما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل كذا اعمل كذا وكذا وكذا، انت فاهم؟ ستبس زي الفيو سوري الاب دايركت مثلا، انت بتقول له بص لما يحصل الاب ديت فينش لانشنج ويت اوبشنز روح اعمل كذا وكذا وكذا. المايند سيت بتاعتنا محتاجه تتغير شويه لما نيجي نشتغل بسوفت يو اي، ان انت مش هتقول له اعمل كذا وكذا قد ما هتقول له بص لما الستيت تتغير اعمل كذا، خلي بالك لما يحصل كذا هتبقى تعمل كذا، فانت بتقول له شويه كونديشنز كده، فلما تتغير بيبدا ينفوك اكشنز معينه. بس دي ممكن يكون الفرق اللي تلاحظوه، او الحاجه اللي هتحتاج تتغير في دماغك وانتوا شغالين. زي ايه؟ هنيجي مثلا بما ان احنا شغالين رياكتيف، احسن حاجه للرياكتيف هي الام في بي ام، فهنيجي نعمل ريسيف ديتيلز ريموت. فاينل كلاس طبعا، احنا لو خلاص الدنيا بقت كويسه وبقى في عندنا باكورد كومباتيبلتي، فهنيجي بس نعمل على الفيو موديل ده ان هو قاعد بس. بس حاليا بما ان احنا لسه ستيل على الكرنت، يعني اللي قبل كده مش هنقدر نسبورت بالاوبزرفر بالمايكرو، فهنشتغل بالطريقه القديمه، هنمارك الفيو موديل ده ان هو ايه؟ اوبزرفبل اوبجكت. يعني ايه اوبزرفبل اوبجكت؟ حد عارف؟ الناس اللي اشتغلت بسوفت يو اي طيب، الاوبزرفبل اوبجكت ده هو اوبجكت بيتغير، الستيت بتاعته بتتغير، فكل ما الستيت بتاعته تتغير في مثل جواه تقريبا اسمها dependence data change حاجة زي كده تقريبا، مش فاكر كده الميثود ايه بالظبط. اه بالظبط، object will change، فكل لما يحصل change جوه ال object ده بيعمل كل الميثود دي، فبي notify observers بتوعه بشكل معين ان انا هتغير، فبالتالي ال view بيتعمل له rebuild. دي الفكرة كلها باختصار. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك بتخليها هنا لي كومباين بيزد الايه؟ عشان بتخلي لي البروبرتيز اللي عندي او الاوبجكت كده كومباين بيزد من غير ما انا اضطر سبسكرايب او كده. بالظبط بالظبط زي ما قال العمر، هي كومباين بيز بقى ببلشر من الاخر. فكان في الاول بما انه هو اوبزرفبل، خلينا ناخد مثال سريع كده. عندي بار فاليو، عندي هي انتجر والانشال فاليو بتاعتها بزيرو، وعندي بوتل بديسبلاي الكرنت فاليو. ان الفاليو بتاعتنا ده مش هيكومباين عشان ده struct، فعشان struct هو مش ميوتابل، هو immutable. فعشان يحل الموضوع ده عمل ايه؟ بقى عندنا حاجه اسمها state. يعني ايه؟ يعني خلي بالك ده state value، كل ما تتغير الفيو ده هيشتغل. الستيت ده هي حاجة ريفرنس تايب، فأنا مش كده إن أنا أغيرها، بس الستيت دي كل ما هتتغير الفيو ده هيتغير. أنا مش هدخل أوي في تكنيكال ديتيلز، التكنيكال ديتيلز موجودة في الكتب، الناس تقدر ترجع لها تقرأها في أي وقت. أتكلم بس إيه كانترودكشن كده، الموضوع ماشي إزاي. ف ساعتها دلوقتي لو إحنا عملنا حاجة زي كده، عملنا increment ليه التكست مش شغال؟ عشان ده فيو وده فيو، محتاجين نحط الاثنين.
فاكرين قبل كده لما كنت بقول لكم حاولوا تشتغلوا دايما على ستاك فيو علشان الحته دي، لما تيجي تشتغل في سوفت يو اي في عندك تو مين ميثودز علشان تقدر انك لي اوت الفيوز بتاعتك. لو انت محتاج تحط الحاجات في فيرتيكال ستاك فالحاجات هتتحط تحت بعض، لو في عندك كومبوننتس محتاج تحطها هوريزونتالي ففي عندك حاجه تانيه اسمها هوريزونتال ستاك. انترستنج. حلو، فدي اللحظه اللي احنا احتاجنا في الموضوع. فانا لما اعمل انكريمنت اللي بيحصل الفاليو بتزيد. ف this is how Swift UIs work. بس انت عندك ستيت تقدر انك بتعمل شويه اوبريشنز، لما تتغير الفيو ده بيتعمل له ريفل بس لا اكتر ولا اقل. طيب انا محتاج احط الفيو موديل بتاعي جوه الفيو، فهعمل ايه؟ هعمل حاجه زي كده فيو طيب بتاعه سيب ديتيل فيو ده هي كومبايل. هنتكلم دلوقتي ده هي كومبايل ولا. فانا الفيو محتاج ان انا اعمل له انجكت للفيو موديل بتاعه كديبندنسي انجكشن. ليه محتاجين الكلام ده؟ علشان لما اجي اشتغل هنا اقدر ان انا انجكت فيو موديل بفيك ديبندنسيز، فالبريفيو عندي تبقى شغاله. مش يعني انا لو الفيو موديل بتاعي بعمل كول بعمل بزنس لوجيك، انا مش محتاج اعمل البزنس لوجيك ده جوه جوه البريفيو، انا بتست. فهنا هاجي اعمل موك للديبندنسيز بتاعتي واقدر اشتغل عليها عادي. بس حاليا هننجكت فيو موديل بتاعنا عادي جدا. محتاج هنا ان انا اعمل let view model equal cbtail view model. شيل ده خالص، شيل ده دلوقتي مش محتاج الكود ده بيكمباين. الناس اللي المينيمم ديبلويمنت تارجت بتاعها اي او اس 13 هيحتاج ان هو يعمل ده، خليه observed object. يعني ايه؟ يعني خلي بالك ان الاوبجكت ده observed، فكل ما يتغير روح اعمل لي rebuild. حلو، دي اول بوينت. من اول اي او اس 14 بقى معانا حاجه اسمها هو الستيت اوبجكت. الفرق بينه وبين الاوبزرفد اوبجكت حد عارف؟ يلا ده كويشن اوف ذا دي. هو سؤال سهل على فكره. السؤال الثاني عشان الناس مش عارف ايه الفرق بين الستيت اوبجكت والاوبزرفد اوبجكت. اتفضل يا عمر. طب انت سامعني كده عشان النت عندي وحش. لا لا سامعك اتفضل. تمام اوكي. الستيت اوبجكت هو ان انا عندي الكلاس بتاعي والفيو موديل بتاعي هو السورس اوف تروث بتاعي، فانا الداتا عندي متشاله معملها ستور جوه الفيو، يعني اللايف سايكل بتاعته جوه الفيو، مش بترفلكت من حاجه بره او حاجه تانية. على عكس الاوبزرفت اوبجكت ان انا عندي مثلا الداتا بتاعتي هي ستورد اوتسايد الفيو بتاعي، ولما الفيو يحصل له ريدرون او يتكريت تاني مثلا بناء على التشينج اللي بيحصل في الداتا دي، انا مش بلوز الداتا دي بتاعتي، فهو مش سورس اوف تروث بتاعي. بس هي دي الفرق كله. يعني بالظبط نفس الفكرة برضو بتاعت add state و add binding، بالظبط بس لو هنا على ال class أو ال view model. يعني تسلم. هو زي ما قال عمر بالظبط، ده question of the day. يعني عمر كده started as well. طيب الفكرة كلها في ال ownership، مين ال owner بتاع ال object ده؟ في الكيس بتاعتنا الاونر بتاع الفيو موديل هو الهوستنج كنترولر، لان هو اللي عامله، هو الاونر بتاعه. فده هيكون اوبزرفد اوبجكت، لان هو مش الاونر بتاع الفيو موديل.
طيب لو احنا جينا خلينا ده عملنا ده كده، بص انت اللي هتعمل الفيو موديل بتاعك، ايه اللي هيحصل؟ ده مش هينفع يكون اوبزيرفد اوبجكت، لان الاوبزيرفد اوبجكت بيستنى الداتا بتاعته من مكان تاني، فده هيكون ستيت اوبجكت، لان هو بقى الاونر بتاع الفيو موديل بتاعه. ده الفرق باختصار شديد. يعني لو حد سأل السؤال ده حاول تتكلم في نقطة الاونر شيب بس. ففي الكيس بتاعتنا انا هفند الفيو موديل من بره، فهخليه بريفت اوبشن، هديها للناس. تمام، حلو. خلينا نعمل نفس الاكزامبل اللي احنا كنا عاملين بس من جوه. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما كنت بعمل انكريمنت من بره، هعمل انكريمنت بالفيو موديل، فالفاليو بتاعتي هتكون هنا طبعا عشان تكون private set for current value. الفاليو بتاعتها بيرو، هعمل method increment value بس equal 1، وهعمل var double value string current value. انت انا معانا الاكشن بتاعي فيو موديل تكست جرب ان احنا نبلد الكلام ده ونشوف هيشتغل ازاي، هيشتغل ولا لا. ما اشتغلش. تمام، نعمل انكريمنت، انا شغال عادي مفيش اي مشكله. ده الشكل اللي عاوز الناس دايما وهي شغاله ام في بي ام سوفت يو اي تشتغل بيه. نفس فكره الانبوت والاوتبوت. انا مش هندخل دلوقتي في الانبوت والاوتبوت هيمشي ازاي، ده هنتكلم في البيزكس. انت عندك انبوتس مستناها من الفيو اللي هي اكشنز، وعندك اوتبوتس راجعه للفيو اللي هي البروبرتيز او ايه اللي هيحصل. بس ده المفروض تشتغل بيه او تفكر بيه وانت شغال. هو اتفقنا؟ معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. لا، هي لو انا عندي كمبيوتر بروبرتي بتديبند على اد بابلش بروبرتي، مش لازم اعملها هي كمان اد بابلشت؟ عادي، اصلا مش هينفع تخلي كمبيوتر بروبرتي بابلش، لازم تكون ستورد بروبرتي. ايه تمام. تمام ماشي. حتى دي هنوصل لمرحلة ان دي خلاص بقت برايفت. الاوتر وورلد مش عارف ايه اللي بيحصل جوه. انا بقول له انكرمنت وبستنى كرنت فاليو، اعمل اللي تعمله. بص حلو ماشي. حلو، انا سعيد الصراحه بالدسكشن، عاوز ناس تسال كتير لان الاسئله هي اللي هتعلمنا. طيب نحاول نبدا بقى ايه عشان ما نضيعش وقت كبير. احنا لو قعدنا نتكلم في سوفت يو اي اسبوع مش هنخلص. طيب احنا عندنا فيو زي كده، تفتكروا الفيو ده ممكن نعمله ازاي؟ خلينا نتكلم. طيب انا في تخيلي انا عندي سكرول فيو، فوق هيكون في ايمج او الكومبوننت بتاع الهيدر، لان هو في اكشن ظاهر اللي هو الاكشن بتاع انك تضيف حاجه في البوك مارك. هيكون معاها التايتل، معاها الريفيوز. انا متخيل كده هيكون تحته كومبوننت تاني في الجزء بتاع الهيدر، اسف مش الهيدر، الشيف. مين الشيف اللي عامل الوصفه دي؟ هل هو الشيف شربيني، الشيف احمد حسن، الشيف عمر، الشيف عمرو الفي مثلا؟ هيكون بعد كده في عندنا جزء ان هو بيبدا يسلكت اكتر من كومبوننت، وهيكون بعد كده ليست من الانجريدينتس. انا شايف حاجه زي كده، فانا هيكون عندي 3 اور 4، هيكون عندي 4 كومبوننتس، لان هو لما يكليك على بروسيجر هيحصل ان هو
هيطلع له الستبس اللي هو بص انت حط رشه الملح وبعدين حط ما اعرفش ايه والكلام ده. فانا شايف 4 مين كومبوننت. حد شايف في حاجه تانية ممكن نعملها؟ احنا نضيف تيبل فيو جوه سكرول فيو، ساعتها مش بما هيبقى انها ليه. يو اي فاحنا هنتكلم ما انا عايز اقول لست هي انا بص تيبل فيو علشان اعرف هي دي تيبل فيو فعلا ولا دي سكرول ولا عادي. لا احنا بنتعامل دلوقتي مع فيو، ويمكن الناس اللي حضرت الريدنج ليست الاسبوع اللي فات وجينا نتكلم هي ليه ليه لما جم يعملوا السويفت يو اي فيو عمل البادي بتاعها بحاجه سام فيو، لان انت ممكن ترجع لي اي فيو، اي فيو هيرجع. انا ككومبايلر انا عارف الفيو اللي راجع، بس هو بالنسبه للاند يوزر هو فيو. طيب خلونا نبدا ونعمل الهيدر، الهيدر اللي فوق ده بشكل سريع جدا، يعني انا هحاول اكيب سامبل على قد ما نقدر. فتعالوا نعمل أول حاجة سويفت يو اي نسميه ايه؟ هنسميه دايما كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا عندي ستاك فيو، في عندي فوق ايمج وتحت تايتل وعلى اليمين ريفيو. حد عنده مشكلة؟ محدش عنده مشكلة. طيب نخلينا جنبها كده بحيث مش هعرف. طيب يعني ممكن مش هعرف نشيلها في اكس كود نفسها، بس نعمل ايه؟ تشيل الحاجات اللي هي بتاعت اكس كود اللي هي الفايلات والجنب اليمين والجنب الشمال ده. ده فكرة كويسة، بس هنحتاجها عشان هنتحرك بين أكتر من فايل. المشكلة إن هو نفسه بس هنحاول نروح ونيجي يعني. فعندنا في الأول image view، عندنا أول حاجة في stack. حابب يا unmute ويشتغل معايا يقول لي المفروض ال alignment بتاعي. انت عاوز الالاينمنت بتاعك يكون عامل ازاي في الستاك؟ انا مش فارق معايا الكونتنت. حاجه كمان اسمها السبيسنج، انت عاوز السبيسنج كام بين الفيوز بتاعتك. فنشوف هنا مثلا السبيسنج 10، فانا هخلي السبيسنج بتاعتي الكونتنت بتاعي اللي انا هبدا اعمله دلوقتي. فاحنا عندنا ايمج، فزي ما عندنا يو اي ايمج فيو، هنا عندنا حاجه اسمها ايمج ليها اكتر من حاجه. ممكن تاخد نيم، ممكن تاخد يو اي ايمج، سيستم ايمج اند سو اون. انا هاخد ايمج نيم موجوده عندي في البندل، فداونلود الايمج دي بشكل سريع. صوتي معلومات معايا بداونلود الايمج، هو عمل داونلود للريكتانجل نفسه دي الايمج. تمام دي الايمج عشان بس الحاجة يكون شكلها كويس. تمام الاسيتس بالإيمج اللي كانت موجودة، فهنسميها مثلا عندي سنجل سايز. فلما اروح هنا اختار الإيمج واديها لني، أول حاجة المفروض
للايمج دي من الاسس. هو ده يكسبوك كام؟ ده 14.2. ماشي. بعد كده عندنا تايتل وعندنا الريفيوز. افتكروا ممكن نعملها ازاي؟ هو الايمج ظهرت اهي تاج الحمد برضه لله. بس ريزلت الاستيك. حلو بالظبط، شكرا يا ناصر. فانا علينا خلينا نسيب دايما سبيس بين كل كومبوننت والتاني. فانا هعمل هوريزونتال ستاك، وهخلي اول حاجه تكست التايتل بتاعه ايه مثلا. هاخد التايتل ده الصراحه مش عاوز اكتبه، فانا هاخده كوبي. فده اول حاجه محتاج احط حاجه تانية اللي هي ايه الريفيوز. فانا هاجي هنا واجي على الريفيوز كوبي، هعمل تكست تاني فايده يقول على طول الريفيو. رفع ايده، محدش رفع ايده، حد بيتكلم. احمد فتحي بيقول ممكن نحط الايمج في زي ستاك عشان عليها كومبوننتس. ده حقيقي، ده هنعمله دلوقتي. طيب محتاجين نظبط الستايلنج. طب بس اول حاجه انا محتاجه ميك شور ان دايما التكست بتاع السبايسي تشيكن هيكون في الاول، يعني مثلا حاجه زي كده، والتاني في الاخر. هل محتاج ازقهم كده للاخر؟ حد انميوت ويقول اسمه ايه؟ سبيسر شكرا يا جماعة. السبيسر، السبيسر هيخلي دايما الكومبوننت بتاعك معمول في الأول وفي الآخر. فده السبيسر بحيث نتأكد ان ايه دايما الكومبوننتس موجودة في الاول والاخر. الجزء بتاعنا، الشغل بتاعنا لحد كده تمام. نخلي الريفيو في التوب للهيدر مش في السنتر كده. بتقول ايه؟ الريفيو المفروض كده جايه في سنتر السبيس كده تمام. ماشي، دي نقطة كويسة. نصر بيقول لي بص انا محتاج الريفيوز دي تكون في الاول مش في السنتر. الديفولت بتاعنا ان هو في السنتر، فهنعمل ايه؟ الالاينمنت خليه اي خدمه يا ناصر. الايمج، مش الايمج دي هي واخده السايز بتاعها، فعشان نخليها الريسايز نفسها حاجه اسمها ريسايزبل. بعدين نعمل ايه؟ سكيل. لا الايمج بتاعتنا بقت ريسايزبل وبتسكيل نفسها عشان تفت الكومبوننت اللي موجود. حلو، طب انا عاوز اديها هايت. هي الهايت بتاعها 150، فهاجي اعمل لها كده فريم الهايت بتاعي 150. سكيل، سوري، سكيل تو فيل. في عندنا فرع علشان يكروب كان اسمه ايه؟ تن تن تن، حد فاكره؟ اشتغلتش سوفت يو اي من زمان. حد فاكر ال لا ايه بالظبط؟ ايه ايه بالظبط؟ اللي هو بيكلب عشان في السايز بتاعه. ما علينا، هنشوفها كمان شوية. هو ساعات الترتيب برضو بيفرق، فاحنا ممكن طيب ده سؤال حلو، ايه بريورتي؟ الاول ولا في الاخر؟
انا مثلا لو جيت اقول هنا فور جراوند كلر، الكلر بتاعي مش وايت، خلاه بلو، بقول جراوند كلر وخلي الكلر ده بلو، البيورتي اعلى. مثلا طيب نيجي للنقطة إن إحنا خلاص عملنا هنا ده، محتاجين إن إحنا نخليه بولد، ومحتاجين نخلي الفول جراوند كلر بتاعه ببلاك، محتاجين نخلي الريفيو للفول جراوند كلر بتاعها بجراي. إحنا تمام، حلو. فأول كومبوننت عندنا معمول بشكل كويس، كل حاجة مظبوطة. طيب هل احنا خلصنا؟ ممكن ندي بادنج اصلا فين؟ من اليمين والشمال، ولا احنا ندي للفيو كله من هناك وخلاص؟ بالظبط بالظبط، هنديه كله من هناك للفيو. تمام. احنا هنا ما خلصناش، محتاج حاجتين بس. خلي الانجكشن دلوقتي، شوف الانجكشن بروبرتيز دلوقتي. كان في حد قال الفي ستاك، تعالوا نعمل في ستاك ونضيف الايكون بتاعه البوك مارك، بحيث ان احنا نبوك مارك الجزء ده. فاحنا الجزء اللي فوق ده هنحطه في ستاك. الفي ستاك بيعمل ايه؟ ده الحاجات اللي محطوطه فوق بعض، اللي في الاول هو في الاخر، واللي في الاخر هو في الاول، لان ده ستاك. انت عمال ترص الحاجات زي ما كانت قالت دعاء قبل كده، عامله زي الاطباق، عمال تحط طبق فوق طبق. فلو جينا حطينا هنا تكست سميناه مثلا احمد، عندنا محتاجين نعمل التكست بتاع التايم، ومحتاجين نعمل البوتن بتاع البوك مارك. نعمله ازاي؟ ستاك، عندنا تكست، وعندنا البوتن بتاعنا اللي هو البوك مارك. الاكشن الليبل بتاعنا هو عبارة عن ايه؟ عن image ايمج، او ممكن تكون سيركل وحواليها بادنج، والبادنج معمول ليه كورنر راديوس، صح؟ نشوف السيمبلز. طيب بنكتب سوفت يو اي، فخلونا نشوف السامبلز بتاعت ابل ونشوف البوك مارك. يعني دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها الصراحه، مش مضطر ان انا كل شويه اجيب اسيتس. عندهم البوك مارك، فاحنا ممكن ناخد حاجه زي كده، بس دي افيلبل من اول اي او اس 14. خلينا نشوف حاجه مثلا، حاجه زي كده مثلا. فاحنا ناخد البوك مارك نستخدمها ازاي؟ هتيجي هنا على الليبل، تقوم قايل له والله انا محتاج ايمج، بس هتختار السيستم نيم هي بوك مارك. فهي ظهرت دلوقتي، وبتكليك كمان. محتاجين البوتن ده نديله باك جراوند، او سوري بقى اسمه ايه؟ باك جراوند. color dot white
خلينا له باك جراوند، محتاجين نخلي فيه شوية بادنج ما بين الايمج اللي جوه وما بين الباك جراوند اللي بره. نعملها ازاي؟ دوت بادينج. بالظبط، هنبدأ بالباك جراوند بادنج. ظهر عندنا بادنج، طب لو اديت له تحتها ايه اللي هيحصل؟ اي حاجه، هو هيدي بادنج على الكومبوننت كله، فده ممكن نكون عاوزين دماغنا تبقى صح شويه، بحط البادنج فين؟ فانت هنا عملت بوتن وجواه صوره، وبتدي للكومبوننت ده كله على بعضه باك جراوند كولر، فعاوز تدي سبيس بين الكومبوننت اللي جوه والباك جراوند اللي بره، فتحط البادنج بينهم. حلو، البادنج كبير شويه، نعمل ايه؟ نديله فاليو، نقول له مثلا والله انت هتبقى، بلاش نجود، نشوف هو هنا عاملها كام. هو عاطي بادنج 4، خلي البادنج بتاعنا 4. طيب محتاجين نخلي الباك جراوند دي معمول لها شيب ان هي سيركل، نعملها ازاي؟ كورنر ريدي شايفين؟ غير الكورنر ريديوس، راحوا من الحدود. في حاجة عندنا اسمها سيركل أصلا، أنا أفتكر. بالظبط بالظبط. يعني ممكن نشوف الاوبشن اللي كان نصر قال عليه، نفترض ان احنا نعمل كورنر ريديس، بس مشكله الكورنر ريديس انك هتضطر تقول له الفاليو بتاعتك، سي مثلا 50، فهو بقى عامل زي كده. ممكن تقول له سوري، هو يعمل كورنر ريديس على الكومبوننت كله، فده اوبشن. الاوبشن التاني ان احنا نعمل ان احنا نخلي انا سيركل، كان ازاي؟ حد فاكر؟ هو تقريبا بقى مكان ايمج دي هنكتب سيركل بس كده، ومش فاكر كانت بتاخد حاجة بقى جوه ولا لأ الصراحة. كانت في عندنا حاجة بتعمل كليب أصلا للكومبوننت كله على بعض، بحاول أشوف في بروجكت قديم كنت اشتغلت عليه سويفت يو أي، بحيث إن إيه أقول لكم على كل لو في أي ميثود ممكن يعني نعملها. كان حاجة زي كده، انت هتيجي تعمل هنا باك جراوند، بدل ما هتديله كولر، يعني بدل ما هتعمل باك جراوند بتاعك بكولر، لا هتقول له بص عاوز الباك جراوند بتاعي عندي هي سيركل، الباك جراوند كولر بتاعتها، او مش الباك جراوند كولر بقى، الفور جراوند، انت هتعمل فيل السيركل دي بايه؟ هي بتشكر تسليم بتقول بخصوص سوفت يو اي، مش هتحرمنا من حاجه حرفيا. هو في حد بيقول ممكن نعمل زوم شويه؟ طب كمان اعمله اون ميوت واتكلموا، نعتبرها كبيره شويتين. انا عاوز حاجه وسط، ماشي، مش بحب. تمام، واضحة؟ تمام، هفترض ان هي واضحة. تسلم يا محمد. فاحنا كده عملنا الكومبوننت بتاعنا. حلو، محتاجين ان احنا نحط الكومبوننت ده في الجزء بتاع نحطه تحت على اليمين. ممكن نعمل ده ازاي؟ او في البوتوم تريلينج. حد عنده فكرة؟
حد عنده فكرة ازاي ممكن نخلي الكومبوننت ده موجود في الجزء اللي تحت على اليمين؟ هو في الزد ستاك اي ارجمنت زي الليدنج والتريلنج في حاجة اسمها alignment. الالاينمنت ايوه بوتوم تريلنج ده. ماشي بالظبط، بس عشان اعمل كده والكومبوننت اللي فوق ده اوكي بس انت عندك حق، يعني انا لو هسيبها كده هعملها بالشكل ده، بس مش هعملها كده. فاكرين بقى الناس اللي مش عارف، كان دعاء تقريبا كانت اشتغلت على السلم، كانت اشتغلت على حاجة زي كده تقريبا، فأنا ممكن أجي أعمل ري تاج وأقوم قايل بص ري تاج، أنت هيكون عندك سبيسر للآخر، ونقوم جايين عاملين تحت، نعمل هوريزونتال ستاك، او نخلي الهوريزونتال ستاك ده نعمل هوريزونتال ستاك تاني مثلا، هو بص يا احمد، احنا ممكن نمسك الفيو وبقى دوس تو دبل كليك، هتلاقي حاجه اسمها امبيد ان بدل ما تمام. نقعد نمسح دي رفاهية، دي مبالغ فيها. لسه عارفها برضه قريب، ما كنتش اعرفها، كنت بقعد امسح واشيل واشيل امسح واشيل. بعدين الجزء ده شفت يو اي من زمان، ف بس بقى يعني ما تقلقوش، يعني تناقض عن دي واعتبر ان انا ديزاينر مش شاطر، فالموضوع الكريبت ده بعدين. سلام، بس انا كده ديزاينر شاطر. وفي الآخر نيجي نعمل كورنر ريديوس، هو هناك الكورنر ريديوس كام؟ 10. دي ظبط معايا. الحاجة الأخيرة بس إن الجزء اللي تحت ده محتاج إيه؟ محتاج بادنج. ده الدنيا تمام. بقى حاجة أخيرة، الشادو. حد عارف ممكن نعمل الشادو ازاي؟ شايفين ده فاكيد دوت شاد دوت شادو اقول لك على اللي دي كده، ده في موضوع، شادو فعلا. ما بقول لك الموضوع بان عليه سهل سهل بزياده يعني، لا ده كده رفاهية مبالغ خلينا فيها نتعب الصراحة، شويه. طيب اي حاجه حرفيا. آسف بس أنا مش هعمل شادو، أنا محتاج أعمل جريدينت. أكيد في دوت دوت جريدينت. جريدينت، بس دوت جريدينت انا مش مفيش دوت جريدينت للأسف. هي مش عارف اسمها color gradient باين، أو هي مش موجودة بقى في iOS 13. لا، هي اسمها لينير جريدينت. linear gradient هما هيخلونا نتعب شويه. بس هو فعلا في حاجات كتير قوي يعني ما معروف عادي، بس هي مش موجودة في iOS 13. iOS 13 حرفيا أسوأ نسخة من سوفت وير. انت بس اول اي او اس 14 ابتدت ان هي تشتغل معاك كويس، بالظبط. فالستارت بوينت انا هقول مثلا هعمل جريدينت، انا هبدا من فوق لتحت، التوب والاند بوينت بتاعتي البوتوم والكولرز. انا عندي هنا جريدينت بادئ من ترانسبيرنت لاسود،
فالكالرز بتاعتي يعني اول واحد هيكون هير واخر واحد عمل ايه جريديانت وزي الفل، راجل محترم يعني. سوفت يو اي دي احنا عشان نعمل الحركه دي في السواب في اي كات يعني يا جدعان، احنا كنا اقول ايه بس. يلا مبدئيا هحط الكليب ده والكورنر ريديوس على الفيو كله عشان يكليب كمان الجريدينت، ومحتاجين ابديت التكست كولر يكون الباوند كولر بتاعه حد عنده سؤال؟ حد كده حلو في لوب، طالما اللوب يبقى الدنيا تمام. لا شغل فاشل من الاخر. محتاجين انجكت الداتا. انا انجكت الداتا دي ازاي؟ انا كفيو انا محتاج تايتل، محتاج دوريشن، محتاج ريفيوز. فاهم هيجيبوه ازاي؟ بحيث ان اللي هيعمل لي انجكت يديني الداتا دي زي ما احنا شغالين بالظبط. انا عندي فيو، فبالتالي انا عندي ايه؟ قول hosting the control. لا فيو موديل بقى، اه بدل ما ماشي. هبص له هديله الداتا دي كلها متنمره وبدأ لما بين القبائل، انا هيكون عندي حاجه زي كده، عندي لب اه تمام. بتاعه في يوم. فبدل ما انا باخد الداتا دي بالشكل ده، فاقول له بص بما انك انت فهاجي هنا هقول له بص انت التايتل بتاعك بدل ما كان كده هيبقى فيو موديل تايتل ريفيوز، هنقول مثلا الريفيوز حاجه زي كده فيو موديل دوت ريفيوز مثلا 13، هنظبط ال بتاعها جوه بس مش دلوقتي. ونيجي على الديوريشن، فانا بقت 20 فتبقى فيو موديل ديوريشن. انا دي المفروض الفيو موديل هيعمل فورمات للكلام ده، يعني انت مش هتاخد الديوريشن، هتاخد ديوريشن فورمات وهتديك التكست كله على بعضه. يعني ايه؟ يعني حاجه زي كده بدل هي دوريشن هتشتغل على الريدم دوريشن، دي عبارة عن سترينج حاجة زي كده بدل ما هي كده. كمان والله فيو مود دوت ريدبل دوريشن برضه الريدبل ديوريشن من 20 مثلا فيوز لحد كده. في حد عنده مشكلة؟ محدش عنده مشكلة. طيب اهم حاجه بالنسبه لي اصلا في الموضوع ده كله البوك مارك، الاكشن بتاعها ناخده ازاي؟ ممكن تلوجر مارك مثلا عالي جدا
في اي حاجه. بتن اديله بص خد الاكشن بتاعك فيو موديل خد البوك مارك الليبل بتاعك خد الليبل اهوت شغلنا مية 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 الشغل معمول بشكل كويس على سوفت يو اي عليك عندنا البرنت عشان فتحت الاثنين اكس كود مع بعض عامل كليك هنا المفروض ان هو هيبرنت ايه هيبرنت ده تاب بوك مارك في ال في البريفيو سواء عشان ياخد وقت ايه. فاحنا كده عملنا اول كومبوننت عندنا مبروك يا جماعة. تعالوا نستخدم على الفيو الأساسي بتاعنا خلاص تعالوا نرمي بقى الكلام ده. احنا عندنا في ستاك محتاجين نحط الفي ستاك ده جوه ايه كانت فين كانت فين يا عمر كانت امبيد مش الكمبيوتر نعمل سول فيو محتاجين نديله الاكسس. انت الاكسس بتاعك فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ احنا عندنا فيرتيكال ده هيزعل هيقول لي بص انا مش شايف. انت محتاج تديني الارجيومنت. هنيجي بقى للحته دي انت الارجيومنت بتاعتك هتيجي من الفيو موديل مش من الفيو. فهنيجي هنا نعمل مثلا ليتس سي ان ده كان بابلشت بس كوماند ودوس عليها بس ايه؟ معلش انا لسه متأخر. لا دوس كوماند ودوس عليها بس هتظهر. ده في الليلة اللي فاتت اللي هي بتاعت الامبيد. تمام كوماند لا لا شغل عادي يا جماعة عشان تعملوا امبيد مثلا انا عاوز احطه في ستاك. شكرا يا عمر احييك. فيو البط هيدر فيو من حصل انا بحب الصراحه الكوميت بروبرتيز لان الفيو موديل ده هو يو اي ريبريزنتبل فيو. ف انا مش محتاج اخلي ستورد بروبرتي لان الستورد بروبرتيز بتاعتي هتكون هي الداتا مش الريبريزنتبل فيوز. عشان ما اعملش الكومبوننت ده تاني هاخده زي ما هو واشتغل عليه عادي. أول كومبوننت عندنا بقى تمام شيل ده خلاص بقى مش محتاجينه. مبروك يا جماعة تم 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 كده أول كومبوننت بقى موجود والدنيا بقت تمام. نعمل تاني كومبوننت اللي هو لورا هيكون ليها البروفايل بتاعها. هيكون عندنا ريسيب ديتيلز حد حابب يوكس ثرو معايا الموضوع ده شوف عندنا ايه هورزونتال ستاك مبدئيا حد حابب يونيوت كده ويشتغل معايا يقول لي هنعمل ايه الاهتمام ما بيطلبش. انا مستاء ماشي ايمج حط ايمج ماشي خش دايما انت بدل بخط يعني سيستم ايمج
انا هساعدك وهختار لك يوزر او بيرسون او نيم هذا الايمج هيجي مديله فين. يلا بينا. مش هشتغل عشان ماشي حضرتك بس. يلا بينا اللي بعد كده. عندك ماشي تو كومبوننتس تحت بعض. بيستاج بقى تمام. في ستاك. تكست مو تكست او اللي تحته هيبقى في اتش ستاك تقريبا. ستاك أول حاجة فيه image name عشان مش عارف ده ممكن يكون اسمه ايه بس ممكن لوكيشن باين هاخد حاجة زي كده بس حاجة فيها سيركل وفيلد على طول مش حاجة زي كده لورا من نيجيريا طيب ازاي نخلي الاثنين في الاول leading الالاينمنت بتاعهم ليدنج نعمل ايه في و سبيس نت سبيسينج شوية خليها لا لا مش الدرجة تمام آخر حاجة الايه البوتن بتاع فل صح ممكن ندي بقى سبيسر في الحتة دي بالظبط هندي سبيسر عشان دي كلها كده نعمل الجزء الثاني سوري نعمل البطل محتاجين نحط جواه صح حط تكست بقى محتاجين نديله دلو بس مشكلة color أقدر اي color dot primary color بتاعنا بيتضايق شوية هتلاقيها عايز حاجة تانية محتاجين نخلي التكست background color بتاعه بوايت محتاجين دي بقى كورنر ريدجز بقى نديله كام يا فندم ايه رأيك؟ كورنر ريديوس 10 ونديله ويتس برضه ايه مش محتاجين وات خليه انفر الوات بتاعه أنا مش شايف ماشي أنا ماشي بلاش تدي اي حاجة اي واحد ثابت بالظبط محتاجين ندي بلاتفورم محتاجين نقول له الفونت بتاعك عشان عندي فونت مش خايف بياخد من اليو اي فونت الفونت اللي احنا عاملينها يا جماعه لو فاكرين ميديم بولد رايكم شغاله اهوت زي الفل الله ينور احنا طيب ممكن ندي ال H stack اللي هو دي معلومة برضه كنت لسه عرفتها. هو مش معنى ان انا اديت spacing فال spacing بزيرو، لا هو بيبقى قيمة ديفولت كده، بس احنا لو جينا حطينا ال spacing بزيرو هيبقى بزيرو. يعني لو رحنا مثلا على ال H stack اللي هو اللي جوه ال V stack ده، ال H stack اللي هو ال V stack ده ده اديله مثلا كده spacing بزيرو، هو جواه ديفولت فاليو حوالي 16
بالظبط، فهتلاقيها صغرت شوية. فمش معنى ان انت ما اديتش في ان هو يبقى مفيش، لا انت عايز مفيش خالص، فانت اللي بتقول له ان هي تبقى زيرو كده. صح. هو اكسبليسيتلي كده بدأوا ان هم يعني ايه بيشوف ايه الديفولت، ايه اكتر حاجة الناس شغالة بيها وبقى هيعملها. بالظبط، بحس انت مضطرش تكتب، يعني انت اللي عايز تغير بقى غير انت، بالظبط. يعني مش هيخلونا نكتب حتى المرة الجاية. طيب، هل كل مرة حد هيجي يعمل بوتن هي ابلاي الكلام ده؟ ايه رأيك؟ ينفعش طبعا، شغال المفروض لو اديت ستايل يبقى تمام، الله ينور يعني عليك. الستايل اللي احنا عاملينه اصلا في اليو اي كده. دي الحاجة اللي احنا جايين لها اصلا. انا هاجي هنا هعمل نيو جروب ريفيو اسميه فاير، ما بقتش بقالها 3 ساعات كده وحاسس ان هو هيعملها. انا اتمنى ما يعملهاش قبل ما اخلص الحتة دي. طيب يوم الفراغ ال view modifiers، احنا عندنا حاجة في Swift UI اسمها view modifiers، ان انت بتعمل عارفين ال padding ده modifier، ال background دي modifier. ففي البوتن في عندهم حاجة اسمها button style، فانت هتديله الستايل اللي انت عاوزه. جميل. فلنفترض مثلا احنا هنعمل بيوتيفايرز، فانا هعمل نيو فايل اسميه انا هديفاين كل الستايلز اللي موجودة عندي. فانا هعمل الستراب هسميه برايمري ستايل، ده بيكون فورم ايه؟ حاجة اسمها ايه اللي هيحصل في الكيس دي؟ هيقول لي بص انت محتاج تمبلمنت شوية حاجات، منهم التايب بتاعك، ايه هو التايب بتاع البوتن ده. بس مش عاوزين ندخل في دي، انا عاوز ادخل في البوتن ستايل ده. في ميثود اسمها ميك بودي. الميك بودي دي بتاخد شويه كونفيجريشن بترجع لك فيو، ده اللي احنا محتاجين نعمل له امبلمنت. الفيو هيكون دي أول حاجة. اللي يحصل هنا بقى، محتاج إن أنا الشغل اللي أنا عملته هناك محتاج أعمله هنا. محتاج أعمله هنا إزاي؟ محتاج بدل ما أنا كنت عامل البوتن كده بالشكل ده وكل حد هيجي يعمل بوتن يعمل الكلام ده، لا هيجي هنا هيقوم عامل برايمري. طيب ازاي هنعمل الموضوع ده؟ اول الكونفيجريشن دي عباره عن ايه؟ الكونفيجريشن دي بيكون جواها الفيو اللي عندك، الفيو اللي عندك اصلا. يعني انا لو قلت كونفيجريشن دوت ليبل، الليبل ده الفيو اللي موجود معاك. خلونا نأبلاي الكلام ده. لحظات
ثواني عشان نشغل البريفيو. تمام. فده بقى البوتن بتاعنا ان احنا ممكن نعمله بالشكل ده وكل حاجه هتكون مظبوطه من غير اي مشاكل. بس انا في حاجه بس هنا مش مظبوطه، ثواني عشان فكره ال ما ينفعش التكست يكون موجود كده. فأنت لما هتيجي هنا تستخدم البوتون بتاعك مش هتضطر انك تديفاين الستايلز دي كلها كل مرة. هتيجي هنا تقيد البوتون، هتستخدم الشرايزر التاني اللي بياخد التايتل بتاعك. ايه هو التايتل؟ خده ايوه كمان شوية، محتاج آخر حاجة بس. فبقى انت لو عندك ديزاين سيستم موجود، مش كل واحد هيضطر ان هو يجي كل مره يبدا ان هو يعمل ديفاين للبوتونز بتاعته والستايلز بتاعته كل مره. لا، انت هتيجي تشتغل على طول. لحد كده تمام؟ شباب طيب. نيجي بعد كده على محتاجين نضيف الكومبوننت ده اللي هناك، نفس اللي عملناه. هنبدأ نعمل الفيو موديل بتاعنا وننجكت الفاليوز. انا مش هضيع وقت فيها علشان نسكيب على الجزء اللي بعده. هنعمل هنا فايدنج او على الستاك، على الستاك كله عليها بادنج مره واحده. عمر من شويه، بما ان احنا دخلنا برضو في الجزء بتاع الفيو موديفايرز، انا في حته عديتها كده والناس سكتت خالص. هل كل فيو او هل كل تكست هضطر ان انا اعمل له الفور جراوند كلر والبولد والتكست ستايل والكلام ده؟ لا، ما انا ممكن اضمهم في فيو موديفاير واحد مثلا. اه بالظبط، حاجه زي كده. فبدل ما نخلي كل واحد يبدا ان هو يدخل بيظبط الستايلز بتاعته، احنا لا، مش محدش هيعمل كده. احنا الستايلز هتكون موجودة في مكان واحد، الناس كلها بتستخدمها بشكل واحد. فهاجي هنا هعمل فيو بس حاجة بتكونفورم الفيو الفاير في الميثود بتاعت البودي. هو بيديك الكونتنت وانت بيقول لك انت عاوز تعمل له موديفاي ازاي. فالكونتنت ده انا هعمل له موديفاي ان انا هقوم قايل ال الفيو حاجه زي كده مثلا. لا مش فيو بقى، هو اسمه هنا كونتنت.
تمام. وبيديك الكونتنت نفسه. هو كده كده بيبقى يعني، هو بيبقى شايف ان ال ماشي، بيبقى شايف ان الكونتنت ده في تايب فيو. بالظبط. البادي كونتنت، انا الكونتنت ده طيب فور تكست. شوف هو هيعملها ازاي. هي كانت شغالة عادي، بس هو كان معترض على ايه؟ على بولد يعني. لا هو معتاد. الفكرة اللي أنا عاوز أوصل لها في الآخر، خلاص شيل بول ده. أنا يو آيفون هل هاجي استخدم ده على طول؟ يعني انا ممكن البولد تكست فيو موديفاير ده اجي او اعمل كده دوت موديفاير الموديفاير ده حاجه اكرر الموضوع. بس في شكل تاني برضو انا بحبه، ان احنا هنقوم جايين عاملين اكستنشن على الفيو دي، ودي بقى هتبقى مثل هعمله هناك اللي هو سيلف دوت موديفاير كذا، هعملها طيب هيحصل ان انا كان فين او كان هنا. فكل اللي انت هتعمله باختصار انك هتيجي تديله التكست بتاعك وتديله الستايل وكل حاجه هتشتغل تمام. فاحنا كده ضمننا ان احنا عندنا مكان واحد للستايلنج سيستم كله. لحد هنا الدنيا تمام؟ حد عنده سؤال؟ حلو قوي. نيجي هسكيب بس الجزء بتاع السويتش دلوقتي، ندخل على الليست. لو قلنا ان احنا عندنا الليست، في طريقتين انك تعمل ليست. كانت اول حاجة انك تعمل فور ايتش كذا هتعمل كذا، او انك ليست تديله الداتا بتاعتك. يعني خلينا ناخد مثال، انا عندي هنا ليست، خلينا نقول مثلا ليست او اري اوف سترينج description. فانا هقول له بص انا عاوزك تعمل ليست من الايتمز دي بتاعك، تعمل لي ايه في الايتم ده؟ طيب ده مش هيشتغل ليه؟
علشان افرض ان الايتم ده اتغير، انا محتاج اعمل ريبيلد، فانت ما ينفعش تديني ايتم عادي، لا محتاج تديني بابلش. دي حاجة. في حاجة تانية قبل كده، فاكرين احنا في اليو اي كده كنا شغالين باندكس، ف بانديسيز، فالاندكس بالنسبة لي كان هو الايدنتيفاير. دلوقتي الموضوع بقى مختلف شوية، انت بقيت شغال بايتم، فانا ازاي اقدر اميز ان الايتم ده غير الايتم ده؟ فظهر حاجة في اي او اس 13 اسمها ايدنتيفاير، ده بروتوكول ما فيهوش اي حاجة خالص غير ميثود واحدة. اسمها اي دي. بس هو بروتوكول ما فيش فيه غير الاي دي. الاي دي بتاعك ايه؟ بس مش بيرستريكت تايم، مش بيرستريكت اي حاجه. فانت هنا بص، الاي دي بتاعي هو ده الايتم. دي اول حاجه. طيب ده زعلان ليه؟ ما فيش لسه ظهرت. ليه بقى؟ ليه لسه ما ظهرتش؟ هو تقريبا احنا المفروض نعمل دولار ساين برضو قبل الايتم هنا وهنا، والله مش لازم، مش فاكر الصراحة. لا ما اعتقدش. هنا انا قصدي لا، هي تبقى قبل الايتمز وتبقى قبل الايتم كمان. لا مش شرط، مش شرط خالص. السترينج كده كده ايدنتيفاي، هو زعلان دي حاسس ان هو شغال بس هو بيضحك علينا. جرب اعرضهم كده في 4 اتش. برضه هتظبط، بس انا عاوز افهم هي دي مش دي الليست مش شغاله. ايش
احنا الايتم ده فايزر الكلام محتاجين نديله الاي دي يظهر عشان الليست ستايل الاستماع موصل ايه بقى؟ هي دلوقتي فهي دي عندها تو ميثودز او طريقتين ان احنا نقدر نديسبلاي ليست. استنى ده في حاجه جت في دماغي كده. دايما الليست بتحتاج انك موجوده جوه في ستاك فدي اول حاجه احنا عندنا فور ايتش انت بتلوب على الايتمز اللي موجوده وتبدا تديسبلاي الايتم بتاعك. الفكره هنا انك ما بقيتش خلاص قبل كده بقى ما عادش الايتم في الاندكس الفلاني، انت بقيت بتاكسس الايتم نفسه. فبالتالي انت لو عندك خلينا نقول انك لو هنا عندك مثلا توميتوز والانجريدينتس بتاعتك، هتبدأ انك تاكسس الايتم ده. فدي من الحاجات اللذيذة اللي بقيت تعملها. ليه هو محتاج ايدنتيفايبل؟ عشان انت لو حبيت تديليت ايتم معين انت هتديليت الايتم ده، فهو يشوف الايتم اللي بالاي دي ده وهيعمله ديليت. بس فدي محتاجين نغير المايند سيت بتاعتنا. اتفضل يا هي عبد. احمد المفروض تبقى الفور اتش جوه الليست، جوه الليست. جوه الليست بس ساعتها هتكون بتسكرول. ممكن، بس انا سرشت كده شفتها، ما فكتش. بص طب اشتغلت ممكن برضه. ابتديت كده. بص علشان الليست سكرول وهي محطوطه جوه سكرول فيو، لكن فور ايتش مش سكرولبل باي ديفولت. لما خليت الفور ايتش جوه الليست فبالتالي بقى سكرول جوه سكرولب، فدي حاجه مش صح. عشان كده فور ايتش لوحدها اشتغلت، مش هيعمل دي كيو للايتمز اللي جوه. يعني ده موست بروبابلي ده يعني ده اللي بيحصل. فاحنا لو عملنا انفورس ان الليست مش هتعمل سكرول، غالبا هتشتغل غالبا. حلو. بس لسه برضه ممكن تاخد حاجة ستاتيك عادي، فأنا مش عارف هي ليه. اهم ممكن نشيل اهم ما نسيت هتشتغل خلاص. طيب احنا هنا محتاجين نعمل الايتم اللي جوه. فانا ما بقيتش بتعامل مش بتعامل معاه كسل او ك ك كاستم فيو تايب، لا هو خلاص بقى فيو اي سوفت يو اي فيو. حد حابب يرسم الفيو ده معايا؟ تمام يا مريم. يلا بينا. طيب هتفكر فيها ازاي؟ احنا كده المفروض هيبقى فيو وهوريزونتال ستاك حلو. بس، وفي ممكن علشان نخلي بس السبيسنج ده نفس الشكل ده، فممكن نحط الايمج ولا هو السبيسر على طول هيديني على طول. ماشي بالظبط بالظبط. يلا بينا نعملها. بس. يلا بينا نعمل. فهنعمل اتش ستاك. جميل. جواه التكست بتاعك. جواه عندك هنا ايه؟ في ايميل ديكلير ايمج. انا عندي ايمج. محتاج تديها فريم الويتس بتاعها. أه
52 الهايت بتاعها 50 اجيب له ايمج منين؟ كان هل عندنا بليس هولدر ايمج تمشي معانا خلاص؟ ليتس هوب سو. هو في عندنا باترن فود، بحب الصراحة الأيام دي كلها بتبقى لذيذة. ايه سايز ابوت؟ ايه تمام. طيب نعمل ايه تاني؟ حطين يا نصر. هيبقى في سبيسر كده، ويبقى في تكست بقى فيه. التكست اللي في الآخر اللي هو ايه؟ ستار طبعا مش هخلي نعمل فول جراوند وكلر والكلام ده، ده هيكون طبعا ستايلنج والكلام ده كله موجود، بس فور ذا سيك اوف تايم احنا مش هنعمل الكلام ده دلوقتي. هي لك حاجتين محتاج تعمل ايه؟ الباك جراوند كلر صح؟ الباك جراوند حلو. دي نفسه هنقوم عاملين ايه؟ الباك الباك جراوند جراوند كولر بتاعي في عندنا مش فاكر، عندنا كولر حلو للجرين. في عندنا احنا اللي ممكن ايه؟ نيوز يو اي كولر، يعني احنا هنا كان عبد الحميد الله يكرمه كان عامل لنا بلاك حاجة زي كده. نعمل هنا ايه؟ كنا الراديوس حاجة محتاج تدي ايه؟ حاجة نعملها انا طبعا لو اخدت الاستاك ده كله في فيو لوحده طبعا هيبقى تمام برضه، مش كده؟ بالظبط. احنا كده كده ناخد الكومبوننت ده كله على بعضه في فيو، فنيجي نعمل هنا ingredient يو فايل سوفت يو اي ingredient test يو غلط. انا هتنجكت الايتمز عشان ايه؟ طبعا انت الايتمز مش هتكون التايب بتاع السنج، هيكون التايب بتاعك بس، احنا بس علشان نكسب وقت حاول ان احنا نشوف اكتر حاجات ممكنة في وقت مرتاح. ده الدنيا معناها تانية. تمام. حد دلوقتي حد عنده سؤال؟ مش واضحة. بس ده كده ما اعتبرش كده الفيو، انا بكرر بس اللي نفس الفكره. نفس يعني لو الفكرة. حبيت اخلي ده كوليكشنز، او يعني زي كوليكشن مثلا كل اتنين الكوليكشن عندهم حاجة تانية كان اسمها جريد فيو تقريبا. جريد جريد فيو بس ده iOS 14 وماد مش فاهم ازاي. لو انا عايز اعمل كوليكشن قبل 14 اعمل ايه؟ سبورت 14، ما انت بلاش يبقى بلاش تعمل هو بلاش شوفت اي 13 خالص مشكلة قبل في النهاية. بص بقى يعني ما بتسيبلكش الحرية خالص. بس كده يعني اقول لك هتعمل ايه؟ اشتغل يو اي سبورت 14 اشتغل يا عم. على رأي عمر. مش عاجبك اشتغل اندرويد بقى. طيب حاجة الكومبوننت ده محمد خالد بيقول هل في طريقة ولا لا؟ أكيد في ناس بتعمل ورك أراوند عادي، يعني في ناس بتحتاج إن هي سبورت 13 وتعمل ورك أراوند إن أنت تشغل الكلام ده. يعني أنت مثلا أنت عاوز تعمل
جريد جوه ال جوه الكومبوننت. هتعمله ازاي؟ هتعمل كومبوننت ياخد نمبر اوف روز رام نمبر اوف كولومز، وجواه ليست جواه روز وكولومز ويشتغل. انا عملت الكومبوننت ده قبل كده اصلا معايا، بس ليه اعمل حاجه هم عاملينها وهم عاملينها احسن مني، ولو عملوها تيست وكل حاجه يعني، مش هقعد اضيع يوم في كومبوننت انا عارف ان انا همسحه كمان 6 شهور. مش لازم. وغير كده بصوا يعني عشان برضو تكونوا فاهمين، المايجريشن من اي او 13 لاي او 14، انت هتدروب مين؟ هتدروب الايفون 6. حلو. ولو بصيت على البرسنتج بتاعت اليوزرز اللي لسه بتستخدم اي او 13 وهم اللي جابوا ان هو يعمل ابديت، فهتلاقيها قليله قوي. فعشان كده لما بنيجي ناخد بزنس سيشن زي ده هتلاقي الموضوع فيه سهل، ان انا عارف ان انا عندي 1% او 0.5% من اليوزرز بتوعي مش اليجابل، فخلاص قشطه، مش مشكله. هو كده كده هيوز الاب، بس الفيوتشر فيتشرز هيوز عادي. طيب احنا عملنا مايجريشن لاي اس 14 وعاوزين نمايجريت لاي اس 15، هنخسر حد ولا اي حد؟ لان كده كده اليوزرز اللي عندهم اي او اس 14 الديفايسز اللي بتسبورت ده هتقدر تمايجريت لاي اس 15. كل الاي او اس ديفايسز بتمايجريت لاي اس 15 اللي عندهم 14، فانا ما عنديش مشكله كمان انك تشتغل اي او اس 15 اساسا. فكلها بيزنس ديسيجنز بتتاخد، ونبدا نشوف اليوزرز بيز بتوعنا وكده. 14 و15 دي تاني. بص اليوزرز يعني انت لما بتيجي تشوف هتدروب مين من اي او اس 13 ل 14، هتدروب الناس اللي معاها ايفون 6 لان هو اخره 13. طيب لما انت تيجي تمايجريت من 14 ل 15، حلو، هتشوف مين؟ انا مفيش عندي ديفايس هيحصلوا دروب، لان كده كده الديفايس اللي بتسبورت لسه زي ما هم. هم نفسهم بيسبورتوا ال 15، فايش ما جريت عادي. ايوه، بس دي الفكره، الناس بتفرق معاهم عشان في ناس ما بتعملش ابديت اصلا، وانا فاهمني؟ مالي، انا مالي، انت يوزر محنك وجايب تتست عليه ومش عاوز تابديت، انت حر. يخاف على البطاريه بس. والله نفسي. كتير في ديفلوبر وحضرتك قاعدين مستنيين الديسيجن ده. والله والله يلا. بس هو في الاخر، في الاول وفي الاخر ده بزنس ديسيجن. يعني انا عندي، انا عارف انا عندي كام يوزر، عارف انا عندي كام يوزر على اي او اس 14، كام يوزر على اي او اس 15، وهم اللي بيقدروا يقولوا مش احنا. انت ديفلوبر حقير، دورك كنت انك اشار سكرين بس اتفضل. يا ناجح بتقول حاجة؟ تمام. فاحنا عملنا الكومبوننت ده وعملنا كل ده ما عدا الكومبوننت ده. ده ممكن نعمله ازاي؟ تو باتنز بس تو باتنز جنب بعض، واحد سيلكتد وواحد نوت سيلكتد، ده ليه ستايل وده ليه ستايل، وخلاص وخلصنا. كده كده انا مش حابب يعني، انا اهم حاجه بالنسبه لي هي الفكره نفسها هتشتغل ازاي. ممكن بقى ايه، في ناس بتلعب على لينكد ان بيعملوا حاجات رهيبه بسويفت يو اي. يعني انت شفت الدنيا سهله ازاي؟ احنا عشان نعمل الكومبوننت ده بي اي كيت، الحاجات دي بي اي كيت، احنا كنا قعدنا في 6 ساعات. في 6 ساعات فاحنا كده خلصنا الريسيف ديتيل. بقى اخر حاجه احنا ده بقى معانا فيو كنترولر عادي، اشتغل عليه بشكل عادي جدا. خلينا نقول مثلا ان انا محتاج ابوش الفيو كنترولر ده، فمحتاج اعمل له بوش من الداشبورد كوردينيتور مثلا، او هحتاج ان انا اعمل له ديسبلاي جوه المين تابور، بما ان هو اسهل حاجه ممكن نعملها. فهاجي على الايتم التالت مثلا، بما ان عاوزين اي حاجه ما فيش فيها امبلمنتيشن. اللي انا عملته ان انا عملت ريبليس، بدل ما هو كان يو اي فيو كنترولر بقى الريسيف ديتيلز هوست كنترولر.
وهشتغل عليه عادي جدا، مفيش اي حاجة زي كده. يا رب يشتغل وما يطلعش شكله وحش. كانت دعاء بتقول لو اي او اس 17 هتخسر مين؟ مش عارف الصراحة. كانت ابل اكس هيطيروا اكس في الاكس خلاص ابيض النطة فظيعة دي. ده كده الواحد يخاف يعني. المفروض اكس ده كان يطيروا معاه اكس ار والبرو وال فين ده؟ ربنا بقى يعمل الدبلان. بس بقى الفيو بتاعنا موجود عادي جدا جوه الكود من غير اي مشاكل، كل حاجه تمام لحد كده. تمام، هل في اي مشكله اي حاجه؟ هذا الفضل. في عندي بس تركية اخيره عاوز اقولها في الموضوع ده، وبعد كده هتشوف التاكتس بتاعت الناس لو حد حابب يشتغل على حاجه. يوم ما هتيجي انك خلاص هتشيل السبورت من اليو اي كات، هتيجي تشيل الجزء ده، مش تعمل اي حاجه تاني. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انت عندك مثلا ميثود سوري عندك كول باك ومحتاج لما يعمل كليك على هلو يشو سكرين تانيه، وانت مش حابب تستخدم النافيجيشن سيستم اللي موجود بير يور اي او اس 15، هتعمل ايه؟ هتيجي هنا في الفيو موديل بتاعي هتقول له والله ليت قدامك حلين، اما تنجكت الكوردينيتور زي ما احنا شغالين للفيو موديل فده هتشتغل عادي. حلو. تاني حل انك لو هتشتغل كلوجر فانت هتقول عامل او اقول شو gradient، نفترض ان الانجريدينت تيلز تايب بتاعها صح، بيعمل معايا كده. الانجريدينت تيلز بتاعتك هتعملها ازاي؟ هتعمل نفس الكلام هنا في موديل ده هيزعل، يقول لك انا عندي في عندي حاجه اسمها شو انجريدينت ديتيلز انا محتاجها، فهتجيبها لي ازاي؟ هتعمل لها انجكت في الانيشيلايزر. طبعا لازم يكون اسكيبنج. لو انت عاوز تبدأ انك تبص الداتا موفينج فورورد بس، فده هيزعل هيقول لك والله هنشوف انجريدينت ديتيل، يبقى معاك الانجريدينت ديتيل وهتشتغل عليه. لو انت حبيت عندك انبوت واوتبوت محتاجهم من الكومبوننت بتاعك. تمام لحد كده الدنيا واضحة. بس ممكن يبقى تعمل بول ريكويست بالفيو ده ولا ايه؟ انتوا اللي هتعملوه. انا بص انا هعمل ستاش، انا هعمل ستاش للشغل ده وهحطه لكم الجزء ده، بس مش حابب انا اللي اعمله عشان انتوا اللي انا عاوزكم انتوا اللي تعملوا الكلام ده بايديكم. تمام لحد كده الدنيا كويسه. هل في حد عنده اي مشكله؟ ده بيزكس البيزكس لسويفت يو اي يعني، ده اللي هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم سوفت يو. حاجه اخيره بس، لو تفتكروا في اول سيشن كنت قلت لكم خلونا نشتغل بالستايل ان كل ميثود دي دي اوت اوف ذا توب، يعني لو عندنا مثلا حاجه بالشكل ده من اول اكس كود 15 السبورت الستايل هيكون حاجه زي كده.
يعني حاولوا تتعودوا على الستايل ده من تمام. يلا بينا، يلا نبدأ نوزع التيكتس بسرعة عشان مش عاوزين نتأخر أكتر من كده النهاردة، النهاردة نخلص بدري. أول حاجة معانا التيكت بتاعة النوتيفيكيشنز، مطلوب من حد إن هو يعمل النوتيفيكيشنز سبليت فيو. Notifications list اللي هي دي، يلا مين هيدوس؟ يا شباب انا قلت الناس كلها تتشاكل على على التاسكات. عبد الله يلا بينا. معانا البروفايل الهيدر اللي فوق الكومبوننت ده مين هيعمله؟ طبعا واللي هيعمل البروفايل الكومبوننت ده هيعمل معاه السكرين نفسها. مين؟ عطا الله، نصر، دعاء، إسراء، محمد خالد لو حابب. تمام، كومبوننت ده مع عطل. فين أحمد عطل؟ معانا البروفايل عندنا الليست اللي موجودة، مين حابب يعملها؟ سامعني طيب؟ أنا صوتي واضح ولا في مشكلة؟ لا تمام، مش هنسى صوتك يعني. تمام. طب ايه الناس خايفة ليه؟ اغلطوا يا جماعة، ايه المشكلة؟ مش في شغل يعني، مش هنجيبكم بقى المرة الجاية ونعلقكم كده. مين حابب ياخد الليستة بتاعت البروفايل؟ لو سمحت يا باشمهندس، بس عندي سؤال في الجزئية دي بس، ماشي. هو السيل دي معمولة باليو اي كيت، تمام؟ فأنا كده لو هعمل التيكت دي مثلا، هعملها باليو اي كيت، هستخدم السيل بتاعت اليو اي كيت، ولا هعملها تاني باليو سوفت اي؟ اعملها بالسوفت يو اي عشان تمشي ايدك فيها. ايوه انا مش عارف يعني، مش هدخل في الديبيت ده دلوقتي. انا هي الفكره كلها من الموضوع ان الناس تشتغل بايديها وتبدا ايديها تتحرك في الكود. يلا بينا، مين حابب يدوس؟ ماشي دعاء. الريفيوز، مين حابب ياخد السكرين دي كلها على بعضها؟ سواء الليف كومنت او الجزء اللي تحت. أحمد نصر. احمد نصر، ماشي ماشي اهو. أنا اتخضيت أول ما شفتها كده، أنت عارف إيه كل ده؟ على فكرة سهلة جدا، كان والله عشان سهل. بسط دي. طيب الديتيلز، الهيدر، بص ممكن حد يانميوت ويقول اسم حد تاني يبقى لبسه. أحمد نصر. ها كفاية على الراجل. إسراء، تمام في نفس الوقت، تمام حلو جدا. الانجريدينتس اللي هو الكومبوننت اللي تحت ده، وفي معانا كومبوننت تاني. حد لسه ما خدش تيكت او اي حاجه؟
طيب يلا بينا، احنا كده خلصنا. لا في 4 تيكتس، لو حد بيشوف لو حد حاجة ياخد تيكت زيادة مفيش مشكلة، يعني غالبا انا هستنى ان الناس تاخد تيكت. دعاء، دعاء اخدت الليست، ريسيب ليست دي، دعاء اللي في البروفايل. حد عنده سؤال؟ خلينا نكمبليت السبرنت اللي فات. احنا غالبا بقالنا يوم، آسف، مرة أو مرتين على حسب، ويبقى كده خلصنا السيشن. ممكن أبقى أكلمك يا أحمد لو في حاجة باقية، أبقى أخش معاك. حابب تاخد حاجة يعني بس ولا حاجة باقية؟ حاجة باقية لود بقى حاجة يعني، ممكن أبقى هبقول لك بكرة. ماشي خلاص، لأن احنا كده كده هنتكلم. ماشي ماشي خلاص، في حد عنده سؤال أو أي حاجة؟ احنا هنكمل شفت هو الاسبوع اللي جاي ولا كنت صراحة عاوز أكلمكم في الكور ديتا، مش بحيث يبقى انتوا هو توبيك، لو انتوا متخرجين حد في دماغه توبيك معين؟ ماشي حابب بالانس ايه؟ كورديت الاسبوع اللي جاي ونشوف بقى توبيك الاسبوع اللي بعده. لو حد عنده اي سجيشن او حاجه للاسبوع اللي بعده ممكن نتكلم فيه. احمد عطاء بيقول كي ام ام، تمام. مش لو في اي اقتراح تاني او حاجه ممكن نشوفها. مفيش، الاسبوع اللي بعده، الاسبوع الجاي هيكون الاخير. انا كده كده في الريدنج ليست ان شاء الله يوم الاربع ده اخر مره لينا في الريدنج ليست. خلاص معانا اخر 4 توبكس، يبقى كده خلصنا السنه دي. اقتراح بدر حبيبي. والله بخير. الله يبارك. خير، يلا في حد عنده اي سؤال او اي حاجه؟ في سؤال حلو، عطله بيقول هنروح بريمر امتى؟ ممكن نخلص الاربع ده ونروح، مش مشكله. والله شوف انا عايش بتاع حرفيا نص ساعة من طنطا يعني. بجد والله خلاص، يعني احنا ممكن والله نظبطها خلاص الجمعه الجايه. لا استنى، الجمعه الجايه عندي فرح. تخلوها الخميس طيب او الجمعه اللي بعدها؟ ماشي، الجمعة اللي بعدها حلو، جيب نصر. خلاص تمام، الجمعة اللي بعدها أو هنعمل فوت ونشوف الميعاد المناسب. إسراء رفع إيديها ودعاء كانت رفع إيديها برضه. إسراء، إسراء تمام. اتفضل. يعني نيورالك كانت بتفيل عندي في ال CICD، فغيرتها ان هي خلتها بتبيلد حسب ال installations اللي هو في ال script. ده صح ولا انا iOS سيرتي؟ بص، نيوراليك كان عندهم مشكلة. أنا كنت متابع الثريد من حوالي 3 4 أسابيع، كان عندهم مشكلة أصلا في البيلد مع إكس كود 15. المشكلة دي اتحلت أول إمبارح، أول إمبارح. البول ريكوست اللي أنا فاتحه بيحل المشكلة دي كمان. فتمام، أنت صح، هو الفيكس اللي هم عملوه ضرب حاجة تانية. فشكرا انك عملت فيكس يعني ده. تمام. طب هو سويفت يو اي عشان اشتغلها دلوقتي بالنسبة ان انا iOS 13 محتاجة اغير حاجة في ال في اللي هي مينيمم ديكلايرد دي، محتاجة اغيرها؟ ولا اي حاجه كده خلاص كده ممكن نبقى نبديت منهم ديبلويمنت تارجت لاي او اس 14. طيب خلاص حلو جدا، شكرا. شكرا. حد عنده اي سؤال تاني؟ خلاص نشوفكم على خير يوم الاربع في ريدنج ليست، يوم الجمعه في الكور ديتا، غالبا كور ديتا، او لو في توبيك تاني ممكن نتكلم فيه.
غير كده احنا تمام. يلا نشوفها على خير ان شاء الله. يلا سلام عليكم. بس راح تقول حاجة؟ مش هتقول حاجة. يلا سلام عليكم. مع السلامة.